انا قاعد في وسط علماء والله الله ورب الكعبه، يكرمك يا ربنا شيخ يجازيكم خالد، خير الله ويزيدكم. يكرمك. كمل لنا المقطع بتاع الاب الجميل ده كده. وانه سيحسن التصرف. ثم تركته ونزلت الشارع. هنا لا الخطا بقى. ليك انت دي بقى. نزلت الشارع غلط، لانها لابد ان تتعدى بحرف يليق بالمقام. بمعنى ايه؟ ونزلت، لو عاوز تنزل الشارع وتقول ونزلت الى الشارع مش ونزلت الشارع، يبقى لابد ان يتعدى بحرف يليق بالمقام. ولذلك كلمة نزلت، الفعل نزل ده لابد ان ياتي حرف التعدي بما يليق بالمنزول عنه او المنزول فيه إليه. او المنزول اليه. نعم. فانت مثلا عاوز تتنازل عن حقك في الميراث فتقول ونزلت عن، يعني تجاوزت، راح الشارع ونزلت الى. نعم. تمام؟ نعم. عاوز تشتم واحد ونزلت فيه. ولو الإقامة يقول نزل في عنوان نزل كذا بي. أو عنوان كذا. نزل بمحلة مرحوم مثلا، نزل بطنطا، نزل بالإسكندرية. فالمهم يعني أدي اللغة وجمال اللغة وحلاوة اللغة. تعالوا بقى نتكلم في الحتة اللطيفة الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقويني عليهم وأنا بقولها لهم. قلت لهم معلومة مهمة جدا، وهي معروفة عند العلماء بالمناسبة، يعني أنا ما اخترعتهاش يعني، بس هنقولها من باب تحصيل الـ الحمد لله رب العالمين. حسيت إن الموضوع كان جه مبهر للناس، الناس انبسطوا يعني. وهو موضوع هل الشرع الإسلامي هو القرآن الكريم فقط؟ هل الشرع الإسلامي هو القرآن بس؟ هل الأحكام الشرعية تؤخذ من القرآن؟ والسلام عليكم. عليكم السلام. هذا ما يروج له التنويريين او بعض التنويريين. نعم. وانا النهارده ببعت لاحبابي كده ان انا النهارده في الدي ام سي. نعم. فلقيت واحد بعت لي رساله بيقول ايه؟ ايوه. فتح الله عليك يا فضيله الشيخ خالد الجندي من علماء الازهر الشريف وعضو المجلس الاعلى، وما قلته هو الصواب لمن اراد ان يفهم، فالاسلام ليس القران وحده. الله اكبر. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وبدا يجيب ايات بتعطي ان السنه الحقيقة. نعم. ان السنه هي المصدر الثاني للتشريع. لا، والعجيب بقى ايه؟ ان السنه هي المصدر الاول للتشريع فيما استقلت به. الله 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 الله. اللي ما جاش في القران اصل مقوله ان السنه هي المصدر الثاني للتشريع. لا، عملت لبس عند الناس. عملت عند الناس لبس. قال لك لا، ده في حاجات جت في السنه، فالسنه هي المصدر الاول للتشريع. مش الثاني كمان. مش الثاني. المصدر الاول للتشريع. زي الصلوات، الوضوء، احكام الزكاه، الاحكام التفصيليه كلها السنه هي المصدر الاول. وفي الحقيقه يعني نشكر الشيخ خالد على الطرح يعني الجميل اللي طرحه، لان احنا كل فتره سيدنا بين الحين والحين بيطلع لنا ناس بينكروا السنه وبيركزوا على القران فقط، وفي الحقيقه هذا يعني تفكير خبيث الغرض منه هدم الدين. نعم. تمام. الناس اللي بتفكر ان احنا ناخد القران بس ونسيب السنه، فده امر خبيث جدا جدا لا يرضاه احد. فيعني يا ربنا يجازيك خير على الطرح الجميل اللي انت طرحته امبارح والتأصيل القضية. الأحكام لا تقتصر على القرآن فقط، إنما الأحكام قرآن وسنة. الوحي الشريف يا سيدنا قرآن وسنة. سيدنا النبي ربنا قال له وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية المطهرة هي وحي من الله سبحانه وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أحكام كثيرة زي ما سيدنا الشيخ شحات تفضل، في أحكام كثيرة استقلت بها السنة ووضحتها السنة، أحكام كثيرة جاءت مجملة في القرآن الكريم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسرها. عندنا في صحيح البخاري مثلا لما ربنا بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالصحابة خافوا يا رسول الله ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم، فالنبي قال لهم لا، أنتم فهمتوا غلط، ليس هذا هو الظلم. ألا تسمعوا قول الله تعالى على لسان سيدنا لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ ده اللي القرآن يعنيه، إن الظلم هنا سيدنا النبي فسر الظلم بإيه؟ بالشرك. لو انت خدت الايه على مجملها كده هتضل. مش ولا هتفهم، لان الايه بمجملها كده بتقول انه اي واحد شايل ظلم ايمانه بطل. نعم. ايمانه لا قيمه له، وفي الحاله دي كلنا رحنا في داهيه لو وقفنا عند انما لا. طلع المعنى من البخاري. نعم. يشرح لنا اللي جه في القران، يبقى النص محترم وثابت.